أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شروط المعلم الثلاثة هل لا بد أن تنطبق على الصقور؟ تنطبق على الصقور وراك تقول أن تنطبق تنطبق أحسن الله إليك. ها؟ هل لا بد أن تنطبق على الصقور؟ تنطبق بالفتح لأن أن تنصب ما بعدها. نعم أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الصقور ما تقبل التعليم، هذا في الكلاب، أما الصقور ما تقبل التعليم. نعم.